أفاد بيان لهيئة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في المنطقة الشرقية من أجل بسط سيطرتها الكاملة على أراضي دونيتسك ولوغانسك. وتعمل موسكو بحسب بيان هيئة الدفاع الأوكرانية على شن ضربات صاروخية وقنابل على البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، كما تواصل قطع حصار مدينة خاركيف وقصفها بشكل جزئي.